كرونيك تبقي هذه المبادرة هذه كتخون بزاف وانا اعتبرها شي حاجة كبيرة عندي ولو شي حاجة بسيطة انا عندي كبيرة وتنتكرش لي جواد اللي بشرني بهذا الخبر مع الاخوان ديال المكتب كاملين وتنشكر الاخوان ديال المكتب وتنشكر كاع الاخوان والاخوات اللي جاو حضروا عليا تيشوفوا فيا تنشوف فيهم مهدي وليكا الله يكثر خيركم الله يخلف عليكم الله يرحم الوالدين. نحن اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في إطار يوم للاحتجاج، لأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقاطع اليوم الوطني للصحافة والتواصل في بلادنا المتزامن هو 15 نوفمبر. نحن اليوم في 16 نوفمبر في محطة احتجاجية تأمت واحد العموم الصحفيين والصحفيات بمدينة القنيطرة في إطار واحد اللحظة ديال الاحتجاج وديال التعبئة الجماعية التي تروم استنهاض الوضع المادي والمهني والمؤسساتي، الوضع الاعتباري والرمزي للصحفي، الكرامة ديال الصحفيين، الحماية ديال الممارسة الإعلامية المهنية من واحد العدد ديال الشوائب وأساسا بعض الأعطاب اللي كاين على مستوى أخلاقية المهنة، أيضا ما يروج من مخططات حول الاستثمار وحول الدعم الدولة للقطاع ديال المؤسسات الإعلامية. يجب استحضار المقاولات الإعلامية الجهوية، الحماية ديال هذه المقاولات الإعلامية تتقدم إعلام القرب، تتقدم إعلام ديال الساكنة، إعلام جهوي اللي مفروض والمغرب غادي في التوجه ديال الجهوية المتقدمة. يجب أن تكون لنا مؤسسات إعلامية على مستوى الجهات في إطار واحد النموذج اقتصادي للدولة يجب أن تتدخل لحمايته، وأيضا الحماية ديال الأوضاع الصحفيين والصحفيات في الجهات وفي المناطق وفي الأقاليم اللي على المستوى لا الأجور لا الوضع المهني لا الحماية الاجتماعية. أيضا مناسبة كانت تكريم أحد قيدومي، قبل التكريم كانت لحظة ديال استحضار جوج ديال الأسماء اللي هما السي عمار قيدوم الصحفيين المصورين على مستوى القنيطرة الذي افتقدناه منذ تقريبا واحد الشهر ونصف، وايضا فقدنا الصحفي السي العلوي. هذا قيدوم الصحفيين على المستوى الوطني احد العلامات البارزه للاعلام والصحافه المغربيه. ايضا كان بالضروره اننا نستحضروا احد الوجوه البارزه الذي يعاني للاسف المرض، صحفي مصور اعلامي على مستوى القنيطره، شغل مع واحد العدد ديال الجرائد الوطنيه واساسا جريده لوبينيون منذ سنه 1974، وعمله استمر مع واحد العدد ديال الجرائد ومنابر وطنيه وايضا جهويه على مستوى القنيطره، استحضار مساره المهني والاجتماعي والانساني، وايضا العطاء ديالو على مستوى الممارسه الاعلاميه بمدينه القنيطره. اذا هذه لحظه ديال الاحتجاج، ديال التنبيه للمسؤولين على مستوى القرار المركزي الى ضروره الاهتمام بالصحفيين والصحفيات، لان عندهم واحد الدور كبير في المجتمع ولهم رساله وحاملين لمشروع. نشكر الاخوان والاخوات الصحفيين والصحفيات على هذه المبادره وعلى هذه الالتفاته اللي تفكرونا، وكنشكر الاخ جواد اللي تلاقيت معه في الجنازه ديال عمر هو اللي اقترح الفكره وقال مع المكتب باش داروا لي التكريم هذا، ولو كما تيقولوا شي حاجه بسيطه انا عندي كبيره الحمد لله. وتنشكركم على هذا الشيء هذا اللي خلاكم باش تحضروا معنا، وتنشكركم بزاف، وتنشكروا الاخوان المصورين والمصورات، ومبقى لي ما نقول السلام عليكم.